مرحبا، ليش تختار American Express؟ لأن كل مرة تحجز على الخطوط السعودية باستخدام بطاقتك من American Express عبر saudiairlines.com في الفترة ما بين 1 مايو حتى 6 يونيو 2016 راح تحصل على دبل النقاط من برنامج Membership Rewards. اطلب بطاقتك الآن. دانت دول مجلس التعاون الخليجي العربي بشدة قصف النظام السوري المتواصل على مدينة حلب والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن دول المجلس تندد بهذه الجرائم النكراء التي ترتكب ضد المدنيين العزل من أبناء مدينة حلب وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية. مرحبا، ليش تختار American Express؟ لأنها توفر لك شبكة واي فاي مجانية لا محدودة من خدمة بوينغو في أكثر من مليون نقطة اتصال حول العالم، ويمديك وين ما كنت تشيك على بريدك الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتتواصل مع أحبابك مجانا.